كابتن عادل، عايز اعرف اسباب تفوق نادي الاهلي والزمالك، وبعدين هنبقى نتكلم في التشكيل. مبدئيا نتكلم في حاله اللعيبه يوم المباراه. في حاجات في معطيات بتبقى موجوده قبل المباريات، الناس بتحللها وناس بتتكلم فيها وبتقتلها بحثا يعني، ولكن يوم المباراه الحاله الفنيه يوم المباراه والحاله البدنيه والتوفيق بيفرق داخل 90 دقيقه. هنيجي نتكلم على المباراه من ناحيه الوداد. الوداد من جانب الوداد دخل في هدف مبكر، اخطاء من البدايه في التشكيل بوجود ابراهيم النقاش ويحيى جبران في غير مكانه، وكان ممكن انت يعني كان في تغييره بتاعت شيخ كماره الشوط الثاني. ايوه شيخ كماره ده معنى كده ان هو كان موجود معاك وموجود معاك، وطالما دخلته قائمه المباراه اذا فهو لعيب سليم. وانت كمان نزلت وانت خسران، ما نزلتوش وانت كسبان، انت نزلت وانت خسران، فاذا فكنت ممكن توصل بس له. نسبه جاهزيته مش 100%. تمام مفيش مشكله. بس هو لجأ له في الاخر. طالما انت لجأت له يبقى انت كان عندك ادوات وانت ما عرفتش تستخدمها، ودي يعني راجل يشكر عليها. دي حاجه. الحاجه الثانيه ضياع ضربه الجزاء برضو كان ليها برضو مردود جوه الملعب، ان هي برضو بتاخد منك. طب انا عايز اسالك في ضياع ضربه الجزاء دي بالذات، انت كمدير فني، هو يحيى جبران هو الراعي الرسمي لضربات الجزاء في فرقه الوداد، هو جايب 8 اهداف من ضربات جزاء في الدوري. مظبوط. كويس. انا حتى لو عمل غلطه في الاول واثرت على نفسيا، ممكن تكون اثرت عليه نفسيا، وانا المدير الفني وجات لي بينالتي اتكلمنا فيها يوميها والنتيجه 1-0. كويس. اغير ولا لا؟ بالظبط. اتكلمنا فيها في الاستوديو اللي فات، قلنا ان في مدرستين. مدرسه بتقول ان في لعيب بيبقى غلطان او عمل خطا في المباراه فبقى عنده مشكله مش نفسيا مش قادر، فلعيب تاني بياخدها فبيسيبه. الا ولو او يبقى لعيب عنده شخصيه وهو اللي ياخد الكوره، او يبقى المدرب هو اللي عنده شخصيه في اللعيب اللي اخطا فبالتالي يجبر ان هو يشوط، وعلى مسؤوليه المدرب. صح. فدي ثلاث حاجات احنا يعني دي حاجات واضحه ومفروض كانت هو ده اللي يمشي. بس دي تعتبر مسؤوليه مدير فني. ده كويس. بص احنا خلينا نتكلم ان المباراه دي كانت مباراه مديرين فنيين. مدرب اخطا في حاجات كتير ومعرفش يدرس الخصم بشكل كويس، وانا شايف ان هو ما اداش النادي الحق الاهلي حقه. صح. كاملا. صح. ولو اداله حقه كاملا في ان هو يلعب زون في ملعبه يعني احتراما للنادي الاهلي، لكن هو ما قراش التفاصيل اللي جوه المباراه. صح. ومدرب تاني قرا المباراه بشكل كويس جدا وعنده مردود كويس في الاربع ماتشات اللي قبلها او الثلاث ماتشات اللي قبلها، وعمل شخصيه للنادي الاهلي، بقى في شخصيه جوه الملعب. خلينا نتفق ان احنا ما قبل مباراه المقاولين اللي قبل ما ساكن موسيماني كنا حاسين الاهلي ما عندوش شخصيه جوه الملعب. مزبوط. ودي الحاجه اللي احنا بنشتغل عليها طول عمرنا. ممكن اللعيبه ما تبقاش فنيا اعلى حاجه ولكن عندها شخصيه جوه الملعب. الشخصيه بتخليك تفوق 3-4 درجات عن اي حد فنيا عالي. فده خلينا نتفق ان موسيماني كمان في الجانب اللي احنا بنتكلم فيه، ان هي في جوانب من ناحيه الوداد ولكن في جوانب من ناحيه الاهلي. جوانب من ناحيه الاهلي من ناحيه موسيماني ادار المباراه بشكل كويس جدا، كان جريء في التعامل مع المباراه، عنده ثقه في لعيبته، مش هقول ثقه مفرطه بس ثقه بتيجي بعد سنين طويله، بعد فتره طويله انك تقعد مع فريقك. الثقه دي بانت في كم في لعيبه كلها، ولكن بانت قوي في قفشه واجاييه. انا شايف ان اجاييه كان نجم اللقاء الاول بعد الشناوي، طبعا ان الشناوي اثر في نتيجه اللقاء فهو اخذ احسن لاعب في المباراه، ولكن انا بالنسبه لي كلاعب جوه الملعب في العشره كان اجاييه احسن لعيب في الملعب. يجي بعده كان من الناس اللي موجوده برده قفشه ادى بشكل كويس جدا، ودي الحاجات اللي ما تقدرش تقول ان اللعيب كان كويس، لا تقدر تقول ان المدرب خلى اللعيب كويس، لان نفس اللعيبه دي كانت موجوده معاك قبلها بثلاث اسابيع وما كانتش بتادي بشكل كويس، كنا قفشه الناس كلها كانت بتنتقده، كلنا في الاستوديو كنا يعني مش قادرين نديله حقه قوي ان هو ما كانش بيادي بشكل كويس، والجمهور ناس كتير جدا فقدت جزء من الثقه في قفشه وده كان واضح، ولكن لما يجي لك مدرب بقى يحتضنك، وده كان باين برده في طريقه تعامله معاه بعد الهدف، مش دي بس خلي بالك جوه المباراه بعد في اثناء الهدف، لا وخلي بالك قبل كده فاكر الجزاء ضيعها. فدي حاجات ليها علاقه بالمدرب. أيوة. والمدرب مش ان هو يحط التشكيل وخلاص وان هو يعني يعمل يعني وحده تدريبيه كويسه، لا في تعاملات نفسيه هي اللي بتفرق مدرب كبير عن اي مدرب تاني. الشخصيه برضو زي ما اللعيب الكبير شخصيته بتفرق، المدرب الكبير برضو شخصيته بتفرق. هو لا هو اتعامل مع اللعيبه بشكل كويس وده كان واضح على معظم اللعيبه، بقى في ثقه. انا بالنسبه لي قبل ما الاهلي يسجل كان بالنسبه لي اول كورتين الاهلي اخذهم اللي هي بتاعت جت عند الشناوي وسلمها ومع ايمن اشرف ومع ياسر، دي بالنسبه لي شخصيه. أي. انك مش محتاج تقعد 10 دقائق عشان تلعب كره طويله بعد كده تجسر نبض المنافس فتلعب كره على الارض. لا الراجل كان عنده يعني بلان واضحه جدا من اول مباراه، هو بيحضر
مباراه بيراميدز نفس الشيء كان مطلوب منه وبرده بيحضر مباراه المقاولين مباراه امبي اشتغل بنفس بنفس السيستم. انا شايف ان الاهلي ممكن اكون انا اوقات عندي تحفظ في حاجات او قلقان من حاجات. دلوقتي انا مش قلقان من حاجه لان الاهلي عنده شخصيه. الاهلي دلوقتي بقى عنده شخصيه, في مدرب طبع شخصيته على اللعيبه وفي شخصيه جوه الملعب في عند اللعيبه. بغض النظر عن النتيجه, خد بالك بغض النظر عن نتيجه اللقاء ان مش الاهلي كسب فقلنا الكلام ده, لا الكلام ده كان موجود في الملعب وكان على ارض الواقع المباريات اللي قبلها والاهلي ادى فيها بشكل كويس جدا. فاعتقد هي دي الحاجات, حاجه من الحاجات يعني الحاجات المجملا يعني الحاجات اللي اثرت في نتيجه مباراه الاهلي والوداد.